تقدر تجري مسافة 44 كيلو متر، طيب تقدر تعوم نفس المسافة؟ سمعك بتقول لي مستحيل. أهو المستحيل ده عمله بطل من ذوي الهمم وعبر بحر المانش ورفع علم مصر في إنجاز تاريخي استثنائي. أنت أنت استثنائي مش زي الباقي، شايف بكرة وباصص لبعيد. أنت مش حاجة عادية، النسخة الأصلية مفيش منها اللي لمعت النجوم بتبان في عينيه، انت اللي كل ما فيك بيقويك بيعلي، انت اللي عمره ما لحظه خاف، انت اكتشاف ومين يقدر عليه، انت احلى حاجه فيه. قولها حاول واتعب وفكر اتمسك بالامل واعرف انك تقدر، اصل الحكايه بطوله وانت مصري فانت بطل من حيث المبدا. وده محمد الحسيني بطل مصر في السباحه من ذوي الهمم، ما فرقش معاه ظروف وعمل انجاز تاريخي او بمعنى ادق اعجاز اسطوري. ورغم انه ما عرفش يحقق حلمه في 2017 بسبب برود المياه والتيارات الهوائيه، بس وقف وصمم وقال هعملها يا مصريين، وعملها فعلا بعد 5 سنين. حكايه الحسيني مش حكايه بطل والسلام ولا إنجاز وخلاص، هو نموذج ومثل لأي حد ممكن يتحجج بالظروف، حاجة تفرح وترفع الراس والعلم.